شيء مفرح جدا النهاردة وإحنا بنشارك في الاحتفالية 140 على تأسيس دار الكتاب في مصر. شيء مفرح جدا أن دار الكتاب يكون ليها العمر الطويل ده والأثر اللي موجود فعلا في الكنائس وفي المدارس وفي المجتمع. أتذكر في طفولتي يعني قريت الكتب اللي هي المصورة، كان زمان بينزل كل إنجيل أو كل سفر في كتاب لوحده منفصل يعني، فكنا دايما أنا وإخواتي في البيت بنحرص إن احنا نجمع كل الأجزاء وكل واحد يبقى عنده الأجزاء بتاعته في المكتبة الشخصية بتاعته. اللي حصلت من هذه الدار هي اللي كانت بتحمينا وبتحمي كلمة ربنا وبتنشرها أكتر وأكتر. زرت أنا دار الكتاب قبل كده وشفت الإصدارات الرائعة والمتنوعة اللي الحقيقة يعني بتخاطب الجميع كل شرائح. بهنيهم فعلا على الأفكار الجديدة اللي بيقدموا بها كلمة ربنا، سواء في وسائل الوصول أو في طرق عرض كلمة ربنا في الكتاب المقدس، متجددين باستمرار. الميزة في دار الكتاب اخترقت الصعيد، اخترقت المناطق البسيطة والبسيطة في التعليم، اخترقت الترجمة واللغات مختلفة. موضوع علاقة الكتاب المقدس بالكنيسة موضوع في غاية الأهمية، لأنه لا يمكن أبداً أنه في نهضة في الكنيسة، في تغيير في الكنيسة، في حياة الكنيسة، حياة الأفراد، إلا من خلال الكتاب المقدس. طبعاً دار الكتاب المقدس يعني من منطلق وجودها هنا في مصر، يعني أنا بالأصل من العراق، وإحنا بنستفيد هنا من الكتب اللي بتنشر والترجمات. يعني ككنيسة كلدانية أنا أقدر أقول بأنه لسه يعني قبل فترة جايالي طبعة من I think 1921 اللي مكتوب بها ترجمة من اللغات الأصلية اللي هي اليونانية والعبرانية والكلدانية.